شاء الله نهاركم زين الناس الكل. 8:38 دقيقة الرونديفو هذا تستنسوا فيه كل يوم انه يكون حاضر بحذنا طبيب العائلة. اليوم طبيب العائلة على شنو باش يحكينا؟ باش يحكينا على الحصبة وحملة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة للفئة العمرية بين 25 وال 35 سنة. توت سويت طبيب العائلة. طبيب العائلة تحضر بحضنا الدكتور عيدو دي أمال طبيب رئيس الدائرة. صباح الخير ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك. صباح الخير ومرحبا بكم. شحويل ميرسي عاتك. صافا لاباس؟ ميرسي الحمد لله. في فورما اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. حمله وطنيه للتلقيح ضد مرض الحصبه للفئه العمريه بين 25 و 35 سنه، ولا نقولوا اللي مولودين بين 85 و 95 و 95 الكبار. معناها اليوم الكبار تحكيوا للحصبه للكبار، هي تضحك شويه بتخوف شويه. بون نحن توا معناها واحد عمره في ال 35 ولا واحد عمره في ال 25 سنه امه باش تهزه باش يمشي يلقح ولا يمشي وحده. امه يمشي وحده. بي علاش ترونش داج هذا يا دكتور؟ بي صباح الخير وعلى السلامه، مرحبا بكم الناس الكل. التلقيح للفئه هذه 25 و 35 سنه اي سي تافيري عندنا في تونس، معناها سيروتيك بنك معناها نتاع ال نتاع البريلفمون. جاي يشوفوا يلقاو اللي المولودين ما بين 25 سنه و 35 سنه الليمونيتي نتاعهم ضد الحصبه طايحه، ضعيفه شويه. دونك احنا شفنا معناها من لازم اللي نعاودوا التلقيح مره اخرى ما بين 25 و 35 سنه. دونك الناس هذوما يعاودوا مره اخرى التلقيح حتى لو كان لقحوا قبل. حتى احنا نذكروا توا الفئه العمريه هذه نورمالمون لقحنا في المدارس ونحن صغار ويلدينا هزونا عملنا يظهر لي زوج تلقيح في العمر هذا. فوالا جوستومون سي تافيري هذوما اما تاخذ شنو باركور معناها تاخذ هكا ديما عندنا معناها مرصد. المرصد في تونس معناها قاعد ديما يعمل يتابع في الامراض الوبائيه والكل. جاي يشوف خذا معناها ديزيشونتيون هكا شوفوا اللي قام بين 25 و 35 سنه ناقصين تطعيم. بون كيما نقولوا باللغه العربيه ناقصين التلقيح. تلقيح من انت قلت الامراض الوبائيه، احنا نجم اليوم نحكيو على الحصبه كوباء في تونس؟ لا 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 معناش. لا لا معناش. لا لا معناش معناش. اما احنا تو احنا كوزاره ديما الوقايه. الوقايه خير من العلاج. ديما معناها ناخذوا احتياطاتنا معناها بالليزيتود قلت قاعدين نتبعوا ديما معناها ثم المرصد قاعد يتبع. دونك احنا نقحوا قديما بين 25 و 35 سنه ما ثم حتى مشكله فيها وثم حتى خطر ولا حتى اي حاجه. الحكايه ما تخوفش عاديه جدا. لا عاديه سيت ان بلوس وهي دو بلوس ماهيش اوبليغاتوار معناها يحبوا يجيو مرحبا بهم. نسالوهم احنا بالطبيعه باش نعملوا احنا 3 بوست. بوست من الاول ترياج يجي يتفضل بحذنا في المستشفيات ولا في اماكن باش معناها نبلغ عليها انت والدائره نتاعك باش تلقح. نعملوا بوست يبدا الطبيب موجود غادي يسالوا معناها على لي زونتيسيدون نتاعه والكل وثماش اي معناها مانع للتلقيح يتفضل الداخل ونعملوا له التلقيح نتاعه ويقعد بحذنا 4 ساعه. هذه هي الحكايه. وهذيك وبعد تمشي على روحه 4 ساعه الحكايه. كل دقه صغيره ما فيها شيء دغيان دو تو ريان دو تو. دكتور احنا اليوم نحكيوا على حمله وطنيه معناها في تونس الكل فما حمله كامله باش تكونوا موجودين في عده نقاط موجوده في البلاد. خلينا نحكيوا على سوسه وين مثلا نجموا نمشيوا نلقح في اقرب مستوصف التابع للجهه. وكما قلت لك احنا نمشي باش نمشيو المعامل معناها المصانع كي ثم ياسر معناها العدد كبير باش يجيو باش يسيبوا الخدمه نتاعهم ويجيو. دونك تمشيو لهم انتوما. فوالا نقدر بالطبيعه مع التنظيم مع المسؤولين في المعمل واللي يحب يجي معناها ناخذ النمبر نتاعنا وحنا نمشيو سوغ بلاس وعاودوا نشوفوهم كما قلت لك معناها ان ترياج باللول ومن بعد نلقحوهم وبعد نقعدوا ربع ساعه وبعد يمشوا يرجعوا يخدموا على رواحهم ما كان حتى مشكله. الحصبه اليوم نعرفوا العوارض نتاعها ولا لي سامتوم نتاعها شويه سخانه شويه حبوب هكا. يعطيك الصحه. اي سخانه بلوسكو 38.5 حبوب تبدا بشويه بشويه من بعد تعمل على البدن الكل. فهمت هذه الحصبه اوبغيسون دو تيرم معناها. فهمت دونك احنا واش نستناو باش تجي معناها في مارس وافريل لا فلومبي لا روجور. دونك احنا باش نعملوا وقايه من توا باش نعملوا الوقايه فوالا. دونك الحمله هذه هي حمله وقايه اكثر من انها وقايه للحصبه. اذا كان انسان في العمر هذا بين 25 و 35 سنه ومرض بالحصبه هذه نجموا نديركوا الامر؟
اذا هو متاكد وام الوالده نتاعو قالت له راهو معناها ملقح معناها عمل الحسبه معناها خاطر كي تمرض بالحسبه السي تعطي اونيتي مره أبي. واحده تعطي اونيتي افي فهمت اذا معناها الوالده نتاعو متاكده اللي هو معناها قالوا له قبل معناها مشى للسبيطار وقالوا لك الرجوع عملتها سي اوكي اما سينو يلزمو يلقح معناها الناس اللي ما مرضتش قبل بالحسبه واليوم عمرهم بين 25 و 35 سنه الفئه العمريه هذه مهدين مش انهم يمرضوا بالحسبه نجم نجم تجي حتى للكبار معناها نجم حتى للكبار سي بوغسا احنا عملنا هالحمله هذه اسمها حمله وقايه حمله وقايه موجودين التطعيمات الكل تلقيح الوزاره حاطت على ذمتكم اي احنا قاعدين برنامج نحضروا فيه من اكتوبر معناها أي. معناها اتصلنا بالسلطه اتصلنا بالولايات خذينا خاطر راهو العدد 725 الف في تونس معناها مش شويه دونك احنا قاعدين معناها نتصلوا بالفئات بالمعتمديات بالتسكي معناها حاجه اوفيسيل يعطيونا يمدونا بالليست فهمت ومن بعد عدلنا العدد ومن بعد عملنا الكوموند نتاعنا نتاع الفاكسان فونكسيون دو سو نومبر لا وحنا من بعد باش نطلقوا باش نبداو من اليوم تري بيان نبداو من اليوم ابارتيغ من اليوم دونك حمله وطنيه للتلقيح ضد الحصبه للفئه العمريه بين ال 25 وال 35 سنه فما اختار الدكتور في صوره ما انه الانسان مرض بها في الوقيت هذايا في العمر هذا فما اختار على صحته فما اختار على ديما معناها الرجول ديما معناها يا ريسك شي لادجوز نجم يعمل لك معناها تمشي اون نيفو معناها سيريبرال فهمت عمل كونسيفاليت اللي خافوا منها معناها انفكسيون في المخيخ دونك ايفو ميو معناها الواحد يكون ملقح خير الواحد يكون ملقح دونك اللي عمل تلقيح واللي ما عملش تلقيح اللي عمل وما عملش اللي عمل واللي ما عملش يتجه لاقرب توصف يكون بحذا الدار باش يعمل التلقيح هذايا للحصبه في الفئه العمريه اللي نحكيو عليها المولودين بين 85 و 95 1985 و 1995 غراتويتمون ديما تلقيح غراتويتمون دونك انا بيل للناس اللي تسمع فينا في العمر هذايا باش تمشي وتلقحوا هذه وقايه لكم انتم حتى لو كان عملتوا قبل زوز تلقيح ولا تلقيح بركه خاطر احنا يقول لك باغ اكزومبل يقول لك انا ملقح عامل زوز تلقيح قبل اموري واضحه ما نتصورش كان باش تصيلي مشكله هل التلقيح اللي عملناه من قبل بوتيتر يكون لي في نتاعها منقص بالوقت والله جو نقول لكم قلت لك عملوها معنا ستون تو كوار جبتوا هكا سي تافيغي صارت 2015 ثم حاله معناها نتاع الرجول جات من الخارج معناها دخلت كل يو دي فويي هكا دونك المرصد هذايا في عمل معناها ليتود نتاعو كل يشوف يلقى مثلا ما بين 6 شهور و 11 شهر ليمونيتي ناقصه احنا نبداو في العام نعملوا تلقيح نتاع للصغيرات للبيبي عملنا بدينا الحمله بدات من 6 شهور ديجا نلقحوا لهم هذوك وتو بدينا للكبار الفئه هذه الموجوده ليمونيتي ناقصه دونك باش نلقحوا لهم تري بيان دونك كما قلنا حمله وطنيه للتلقيح ضد الحصبه بالنسبه للفئه العمريه بين ال 25 وال 35 سنه اذا كان يسمعوا فينا يخدموا في المعامل والا عندهم معناها في بلايص هكا يكون فيها تجمع نتاع عمال انتم باش تتنقلوا لهم احنا باش نتنقلوا لهم عندنا ليست اما كي تبدا معناها باغ اكزومبل في بنك والا في احنا هنا باغ اكزومبل هنا في الراديو احنا نجيو بحذاكم مش تجيو بحذانا فوالا معناها تجيو ديبلاسي اما كي تبدا بقعه معناها فيها 200 مثلا ثم بقعه قطب فيه 200 ولا 220 احنا سو ديبلاس غادي لي فاكولتي كيفاش الفاكولتي اللي هد بها زاد الاداره الجهويه للصحه معناها احنا مقسمين الخدمه ما بين الاداره الجهويه للصحه وما بين السي ان اس اس نتاع شو اسمه نتاع التشغيل حسيلو معناها بالتعامل مع هذوما الكل معناها فهمت كل واحد يتلهب سيكتور تري بيان معناها منظمين معناها معنا من حصر قاعدين ننظموا امورنا واضحه معناها الحمد لله تري بيان بيرسونيلمون عملت راني عمناول انت زاد لقحت اتون احنا بيرسونيل وحنا قراب ومواجهين دونك عملت ما ثم حتى شيء ما صار شيء والحمد لله تري بيان دونك طمنتنا دكتوره اليوم بالنسبه للحصبه والمرض هذايا ما نخافوش لاباس ما فما حتى شيء ما فماش حاله وبائيه اليوم في تونس نحكيو عليها نحكيو على حمله نتاع وقايه اكثر منها وقاية. حاجه تخوف هذا بالنسبه لليوم بالنسبه للحصبه ولا الرجل يعطيك صحه دكتوره ميل يعطيك صحه على المعلومات هذه كما قلنا نجموا نلقاوكم في المستوصفات والا انتم تتنقلوا على عين المكان للبلايص اللي فيها اكثر نومبر من العباد التلقيح اليوم ضروري ماهوش واجب
ماهوش اوبليغاتوار سي با اوبليغاتوار اي ما ضروري باش نحل نفسروا معناها نفسروا لهم شنو لازم ما لازمش اذا حاب يجي يلقح مرحبا اذا ما حبش يلقح الي ادولت كل واحد يعرف جوستمون خصي شويه فاكسين ماجور ما نقص شويه فاكسين ان توكا يعطيك صحه دكتور ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين انت زاد عليك الله يفيك يعطيكم الصحه لانتم تعاونونا بالكدا به النداء هذا على الامواج هذه باش توصل اصوات الناس الكل ومرحبا بهم انتو مومون كان فما حاجه ديما نحن موجودين الناس اللي تسمع فينا او كيمشيو لقحوا حفاظا على صحتكم ويقايه لكم انتم من الامراض هذه ولا ترسلوا عمره 35 سنه وهو مسكين ريقت في الفرش محسبي ما يبعدوا عليه العبد الكل ونحن تو لازمنا نخدموا على رواحنا ميرسي دكتور امال يعطيك صحه هذه طبيب رئيس الدائره نحكيوا على الحصبه اليوم والحمله الوطنيه للتلقيح ضد الحصبه للفئه العمريه بين 25 و 35 سنه ان شاء الله لطف عليكم الناس الكل خليكم معنا مازلنا مكملين في زوم 73